اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنستكمل دراسة قصة الأرنب الكسلان. أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي. والآن هيا بنا نكمل شبكة المفردات التالية لكلمة البيت. هيا فكر. أحسنت. باب، جدران، سقف، نوافذ. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يستنتج المتعلم صفات الشخصية الرئيسة والثانوية. الهدف الثاني أن يلخص المتعلم أحداث القصة. والآن هيا بنا نتعرف على المفردات الجديدة ونستنتج معناها من خلال الجمل. صنع الأب السقف. نعم أحسنتم، السقف هو الذي يغطي سقف المنزل. الجملة الثانية، منحني الله القوة. ما معنى منحني؟ بمعنى أعطاني القوة. الجملة الثالثة، يشعر الولد بالضيق. ما معنى الضيق؟ رائع الحزن. والآن هيا بنا نستمع إلى أحداث القصة. قال الأرنب الكبير، قم أنت ببناء السقف وسوف أعمل أنا عملا آخر. أخذ الأرنب الصغير يجمع الأغصان ويرفعها بالحبال حتى انتهى من السقف، فقال لأخيه الكبير، سأقوم بعمل باب للبيت وعليك أن تعمل نافذة له. قال له الأرنب الكبير، سأفعل، هيا اصنع أنت الباب وحين تنتهي منه أيقظني لأقوم بفتح النافذة. وانتهى الأرنب الصغير من عمل الباب وسأل أخاه عن النافذة، فقال له، أنني لا أجيد صنع النوافذ، قم بعملها أنت وسوف أعمل أنا عملا آخر. بدا على الأرنب الصغير الضيق وهو يرى أخيه يلقي عليه بالحمل كله ويعمل كل الأشياء. قال لنفسه، إن الله منحني القوة، فلماذا لا أعمل النافذة أيضا؟ والآن عزيزي الطالب، حان وقت قراءة هذه الفقرة بنفسك، هيا توقف هنا قليلا ثم اقرأ الفقرة واستعد بعد ذلك للإجابة عن الأسئلة التالية. ماذا صنع الأرنب الصغير؟ رائع، صنع الباب والنافذة والجدران والبيت وسقف البيت أيضا. ما العلاقة بين اليقظة والنوم؟ رائع، علاقة تضاد. هيا نستخرج أسلوب نفي من الفقرة، هيا ابحث معي. رائع، إنني لا أجيد صنع النوافذ، هذا أسلوب نفي. هيا نستخرج أسلوب استفهام، أين هو؟ هيا ابحث معي. رائع، عندما سأل أخاه عن النافذة، وأيضا عندما سأل نفسه وقال لماذا لا أعمل النافذة أيضا. ما صفات الأرنب الصغير؟ رائع، نشيط، يعتمد على نفسه، قوي. بما شعر الأرنب الصغير؟
نعم شعر بالضيق لأن أخيه يلقي عليه الحمل كله ويعمل كل الأشياء بنفسه. والآن هيا بنا نستنتج صفات الشخصية الرئيسة والثانوية، الأرنب الصغير والأرنب الكبير. الأرنب الصغير من صفاته أنه نشيط يعتمد على نفسه، وأيضا كان يشعر بالضيق، وأيضا أستطيع أنه كان قويا. الأرنب الكبير كان كسول ويعتمد على غيره. والآن عزيزي الطالب حان وقت النشاط الكتابي، هيا اختر أحد هذه الأنشطة ثم قم بكتابتها بالدفتر مع مراعاة علامات الترقيم، ونراعي في كتابة الفقرة ألا تقل عن 3 أسطر. والآن عزيزي الطالب حان وقت النشاط الكتابي، يمكنك الآن فتح النيرد من خلال المشاركة مع المعلمة أثناء الحصة والإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلاله. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح، شكرا لكم على حسن استماعكم. إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.